قاعدين نرددوا في البلديات. شوفوا البلدان اللي نجحت فيها الحكم المحلي كما الدنمارك 55% من ميزانيه الدوله، حتى 3% من ميزانيه البلديه. مش نورمال احنا حكمنا الشعب نتاعنا مش لا لا الشعب نتاعنا كان بدنمارك بربي اختارك. شوف 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 ردنا التجربه نتاع الحكم المحلي لان ما اعطيناهمش الامكانيات. انا كنت وزير ونعرف ونعرف كيفاش قانون معناها القوانين استأنت للتحديد. أما بربي سامحوني سي هشام، يزينا من الحكام باسم الشعب، أسمع المعارضة باسم الشعب اللي هذي يلم لي أربع كعبات ويعمل 10 باجات فيسبوك ويحكي بالشعب. الشعب التونسي ماش حد حد يحكي بيه. سامحني اللي هذي بالشعب. أنا الشعب أنا الشعب هذا الشعب الشعب ميزان ما صارتش انتخابات في البلد. صار انتخابات الشعب مش حدش في المير انتخابات. لحظة شوف شنو اللي يمثل الشعبية في البلاد؟ يمثل انتخابات 11% ما شفناش الشعبية. جماعة سامحني البناء القاعدي ما طلعوش في البرلمان ما طلعوش. شوف ثانيا الحصيلة اللي يعمل الشعبية اليوم سامحني اليوم الحصيلة نعرفوها، الحصيلة انهيار التعليم انهيار الصحة لا لا المديونية. شوف العزلة شوف عزلة خارجية فهم يا ودي. جينا رئيس تدولة جينيا بيساو قال لي هذه بلاد بورقيبة تولي هكا، ودنا اعطانا درس راه السيد هذا رد بيكم راهم